الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من صاحبه التسميع والرياء في العبادة ذات الأجزاء هل يلزمه الإعادة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم وصوابا على وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما توفر فيه هذان الشرطان، وأدلة هذين الشرطين كثيرة متواترة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله عز وجل شرط لقبول العمل، فإذا طرأ الرياء على أحد من الناس وهو في عبادة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الرياء من أصل العبادة وأساسها وهو الحامل له عليه فعلها، وإما أن يكون طارئاً كائناً بعد أن لم يكن. فإن كان من أصل العبادة وأساسها فلا جرم أنها عبادة باطلة، وأن الواجب على الإنسان أن يعيدها. وأما إذا طرأ عليه الرياء طروءاً فلا يخلو من حالتين: إما أن يسترسل معه ويرضى به ويعمل بمقتضاه، وإما أن يرفضه ويجاهده ويحاول أن يخرجه من قلبه فلا يرضى بوجوده أبدا، فهو وإياه في جهاد حتى يخرجه. فإن استرسل معه فلا جرم أن العبادة تبطل في هذه الحالة، وأما إذا جاهده ولم يسترسل معه فهو مأجور غير مأزور. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الجزء الذي يبطل من العبادة يختلف أن الجزء الذي يبطل من العبادة إذا دخل عليها الرياء يختلف باختلاف نوع هذه العبادة. فالعبادة ذات الأجزاء إذا كان بعضها منبني على بعض، بمعنى أن أولها لا يصح إلا إذا خرج الإنسان من آخرها صحيحة، فهذه عبارة عن عبادة واحدة. فمتى ما وقع الرياء في أي جزء من أجزائها سواء في أولها أو في أوسطها أو في آخر جزء منها واسترسل الإنسان معه فالعبادة تعتبر كلها باطلة. وذلك كالصلاة، فإن أولها لا يصح إلا بصحة آخرها، فلو وقع الرياء في الركعة الأولى واسترسل معه ورضي به أو في وسطها أو في آخرها في التشهد فإنه يعتبر وقوعه مبطلا للعبادة لفوات شرط الصحة وهو الإخلاص. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني آخره أوله على صحة آخره، كقراءة القرآن مثلا أو الصدقات المتفرقة، فإن هذه العبادة لا تبطل كلها، وإنما يبطل الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط. وذلك كعبادة الصوم، فإن شهر رمضان عبادة ذات أجزاء لكن لا ينبني بعضها على بعض، بمعنى أنه لو أفسد اليوم الأول وصام اليوم الثاني صحيحا فإن الفساد إنما يقع في اليوم الأول للثاني. فإذا وقع الرياء في يوم من أيام الصيام واسترسل معه ورضي به وعمل بمقتضاه فالذي يبطل عند الله عز وجل إنما هو ذلك اليوم دون اليوم الثاني ودون اليوم الذي قبله. فالذي يبطل من العبادة ذات الأجزاء إنما هو الجزء الذي وقع فيه الرياء بالنسبة للعبادة التي لا ينبني أولها على صحة آخرها. وأما العبادة ذات الأجزاء إذا كان ينبني أولها على صحة آخرها فإن الرياء يبطلها في أي جزء من أجزائها سواء في أولها أو في أوسطها أو في آخرها، وبناء على ذلك فيجب عليه الإعادة في الحالتين، والله أعلم.